أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية محاضرة رقم 11. سوف نكمل الحديث عن حساب التقوس والالتواء لأي باراميتر تي. طبعا أخذنا في إحدى المحاضرات أنه الكي التقوس بالنسبة للإس إذا كان المنحنى ممثل باستخدام طول القوس فإنه يساوي تي شرطة بالنسبة لإس، وأخذنا التاو اللي هو الالتواء بالنسبة لإس هي عبارة عن سالب بي شرطة في الان، حيث الضرب ضرب قياسي، وقلنا أن الكميات هذه ليست كمية متجهة وإنما قياسية. طيب أخذنا في المحاضرة الماضية رقم 10 أنه يمكن حساب التي والإن والبي باستخدام أي باراميتر. قلنا أن التي بالنسبة للتي هي عبارة عن ألفا شرطة تي على طول الألفا شرطة تي، وخلنا أنه الإن تي هي عبارة عن مشتقة التي شرطة على طول التي شرطة. أما البي فهو عبارة عن التي في الان. طيب ماذا عن الكي والتاو؟ طبعا لا يمكن استخدام هذه القوانين إلا في حالة أن يكون ممثل باستخدام طول القوس، وبالتالي يمكن حساب التقوس والالتواء في حالة أي تي. طبعا هنا حسابها لأي تي، إذا كانت لأي تي إذن بالتالي يمكن استخدام قوانين أخرى. نعلم أن الكي ماذا يساوي؟ تي شرطة بالنسبة لإس اللي هو عبارة عن، هذه تعني إنه دي تي نشتق التي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لإس. طيب ممكن نستخدم قاعدة السلسلة دي تي على دي إس، وندخل دي تي دي تي دي تي، إذن راح نكتبها بهذا الشكل دي تي على دي تي مضروبة في دي تي على دي اس. طبعا يمكن ايضا كتابتها بهذا الشكل دي تي على دي تي، ونحول الضرب الى قسمة، وراح يكون مقلوب هذا المقدار، يعني راح يكون دي اس على الدي تي. طبعا نعرف انه دي اس دي اس على دي تي يساوي الفا شرطة تي، وهو كمية موجبة، وبالتالي لو كتبناها بالمقدار او بدون المقدار راح يكون نفس الشيء، لانه الكمية اكبر من الصفر. اذا بامكاني اكتبها بهذا الشكل، وبالتالي دي تي على تي على تي اللي هي عبارة عن، ممكن نكتبها تي شرطة على الكمية، هذه هي عبارة عن الألفا شرطة تي. إذن هذا أول قانون لحساب التقوس، يمكن حساب التقوس بهذا الشكل. إذا نكتب هنا في حالة
كون التمثيل البارامتري ليس طبيعيا، وليس طبيعي، طبيعي يعني ممثل باستخدام القوس. أما في حالة كون التمثيل غير طبيعي، استبدلها بكلمة غير طبيعي، يعني أن الاس لا تساوي تي. يمكن حساب التقوس بهذا الشكل اللي هو تي شرطة بدلالة تي على الألفا شرطة. كذلك يوجد قانون آخر اكتبها كنظرية، إذا كان الألفا أوف تي منحنى منتظم في الارتكيب فإن التقوس يعطى بالشكل التالي: K هو عبارة عن ألفا شرطة في ألفا شرطتين على الألفا شرطتين. أما الالتفاف أو الالتواء التاو فهو عبارة عن الألفا شرطة مضروبة في المتجه ألفا شرطتين في ثلاث شرطات اللي هي المشتقة الثانية والمشتقة الثالثة مقسومة على الألفا شرطة إذن هذه هي قوانين التقوس والالتواء في المنحنيات، في بالنسبة للمنحنيات في الفراغ. هذا هو قانون التقوس. طبعا هذا في حالة انه الاس لا يساوي التي لأي بارامتر. طبعا يمكن استخدامه في حال انه الاس يساوي التي، وبالتالي هذه القوانين اعم من القوانين اللي استخدمناها عندما يكون التمثيل المعطى تمثيل باستخدام طول القوس. طبعا الالفا شرطة هي المشتقة الاولى، الفا شرطتين المشتقة ثانية، ثم ألفا ثلاث شرطات اللي هي المشتقة الثالثة. طبعاً هنا ضرب قياسي أو معلش ضرب متجهي. ممكن نستخدم نفس القوانين هذه لإيجاد المثال اللي أخذناه في المحاضرة الماضية. مثال: احسب الكي والتاو للمنحنى الفا تي تساوي كوساين تي ساين تي و تي. طبعا نعلم ان المشتقة الاولى طولها يساوي الجذر 2 لا يساوي الواحد، وبالتالي الاس لا تساوي تي. التمثيل هذا ليس ممثل، او المنحنى ليس ممثل باستخدام طول القوس، فبالتالي يمكن استخدام القوانين السابقة لحساب الكي
والتاو. أولا نحسب المشتقة الأولى. المشتقة الأولى هي عبارة عن ماذا؟ عن سالب ساين تي وكوساين تي والواحد. المشتقة الثانية عبارة عن سالب كوساين تي وسالب ساين تي صفر. طبعا عرفنا الكي في المثال السابق على انه عبارة عن حاصل او الطول حاصل ضرب الالفا شرطة في الالفا شرطتين على طول الالفا شرطة تكعيب. طبعا من المثال السابق او المحاضرة السابقة اوجدنا انه طول الالفا شرطة عبارة عن جذر. الآن نضرب المطلوب هو إيجاد البسط. إذا نحتاج إلى ألفا شرطة في ألفا شرطتين. استخدم المحدد I J K. راح يكون عندي سالب ساين تي كوساين تي واحد. هنا سالب كوساين تي وسالب ساين تي صفر. راح يكون مساوي. قلنا الناتج هو عبارة عن متجه. لما أبغى أحسب المركبة الأولى أحذف الصف الأول مع العمود الأول. راح يكون كوساين تي مضروبة في الصفر ناقص ساين إذا موجب ساين تي. المركبة الثانية مضروبة في سالب إذا راح يكون الصف الأول مع العمود الثاني وبالتالي طرفين في وسطين راح يكون صفر ناقص كوساين اللي هي كوساين تي. عشان نحسب المركبة الثالثة راح يكون نحذف الصف الأول مع العمود الثالث إذا ساين تربيع زائد كوساين تربيع اللي هي واحد. إذا ألفا شرطة في ألفا شرطتين تساوي هذا المقدار. طيب نحسب الآن نحسب هذا المقدار. ماذا يساوي؟ ساين تربيع تي زائد ساين تربيع تي زائد الواحد وتساوي أيضا جذر اثنين. إذن الكي ماذا يساوي؟ تعويض مباشر. هنا جذر اثنين على جذر اثنين كل تكعيب. طبعا تروح يبقى واحد على اثنين كان جذر اثنين تربيع يبقى عند اثنين. إذن الكي يساوي النص وحنا حسبناها بدلالة الاس في المحاضرة رقم 9 وفعلا طلع الكي يساوي النص. طبعا مهما استخدمت
أي قانون راح يكون الناتج نفسه، سواء الكي والتاو، سواء استخدمت عد تمثيل المنحنى باستخدام طول القوس ثم حسبت الكي والتاو باستخدام قوانين طول القوس، أو تركت التمثيل كما هو باستخدام التي واستخدمت القوانين هذه، راح يكون الناتج نفسه. طيب الآن نحسب التاو، والتاو هي عبارة عن الألفا شرطة ضرب قياسي في ألفا شرطتين في ألفا ثلاث شرطات على، أخذناها في المحاضر أو في السلايد السابق، اللي هو ألفا شرطة في ألفا بألفا شرطتين، طبعا المفروض هذا يكون بالتربيع على طول، ألفا شرطة في الألفا شرطتين تربيع، نحتاج أيضا إلى ألفا ثلاث شرطات للمشتق الثالثة، ماذا تساوي؟ ساين تي سالب كوساين تي صفر. طيب الآن نحسب ألفا شرطتين في مشتقة ثالثة، راح تكون عبارة عن اي تي كي اللي هي سالب كوساين تي وسالب ساين تي صفر، هنا راح تكون ساين تي سالب كوساين تي صفر. طيب لما نحسب في صفر سالب ساين تي في صفر ناقص صفر في كوساين، إذا راح تكون صفر، نفس الشيء طبعا هنا راح تكون كوساين تي، لما نضربها أيضا راح تكون صفر، آخر عمود أو آخر مركبة هي عبارة عن كوساين تربيع زائد ساين تربيع اللي هي مساوية للواحد. طبعا لما نضربها، نضرب الآن ألفا شرطة في الألفا شرطتين في الألفا ثلاث شرطات، راح تكون عبارة عن هذا المنتجة هو عبارة عن سالب ساين تي في كوساين تي في الواحد مضروب في هذا المنتجة اللي هو صفر وصفر واحد. طبعا نعرف تعلمنا في أول محاضرة كيف نضرب الضرب القياسي، الأول في الأول زائد ثاني في الثاني زائد ثالث في الثالث، ويكون صفر زائد صفر زائد واحد، إذا راح يكون مساوي للواحد، يعني هنا راح يكون مساوي عبارة عن الواحد، القيمة هذه كلها طلعت واحد، باقي الألفا شرطة في الألفا شرطتين حسبناها طلعت جذر اثنين، جذر اثنين تربيع، وبالتالي راح يكون الناتج نص، إذن الالتواء مساوي للنص.